مرحبا بكم خوتي وخوتاتي وتستمر الحياة، كرحب بكم جميع وسعيدة جدا بالتواصل معكم، ونتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. أكيد أنه لقائنا مفتوح معكم، وفي كل مرة كنستضفوا ضيف اللي كيساعدنا على أننا بطبيعة الحال نتجاوزوا هذه المرحلة الاستثنائية اللي كنمروا منها. أكيد أنها مرحلة صعبة، وأكيد أنه بزاف ديال الحوايج اللي تغيرات اليوم في حياتنا، وبزاف ديال المخاوف اللي عندنا، ولكن رغم الحجر الصحي ورغم هاد الظروف كلها اللي كنمروا بها فحياتنا مستمرة. وحنا في وسط الحجر الصحي ضروري 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 ما نديروا مجموعة من الأنشطة اللي تكون زوينة، ضروري ما نفوجوا على خاطرنا، ضروري ما بطبيعة الحال نبحثوا على ما هو إيجابي باش نقدروا نستمروا، لأنه إلا بقينا في وسط ما هو سلبي في وسط انتظار الأخبار والجديد وشنو وقع وعدد الحالات وعدد الإصابات وعدد الوفيات، أكيد أنه المسألة غيكون عندها انعكاس كبير وكبير بزاف على النفسية ديالنا بشكل سلبي. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش على أنه خاصة ناخدو جميع الإجراءات الاحترازية ديالنا ونلتزموا بها ونجلسوا في ديورنا ونردوا البال لنفسنا ونردوا البال لوليداتنا. لهذا الغرض اليوم مستضفة لكم الأخصائية النفسية نزهة الخميري. هاد السيدة اللي أنا شخصيا كنحترمها بزاف بزاف وكنرتاح من كلامها، وأكيد أنه عندها بزاف ما يتقال اليوم على الوضعية وعلى النفسية ديالنا اللي بطبيعة الحال كانت تعيش بها اليوم. مرحبا بك لالا نزهة، وشنو بان ليك؟ يعني احنا كنعيشوا في واحد الظرفيه اللي هي استثنائيه ما معودينش عليها، جيلنا ويمكن الاجيال اللي قبل منا عمرها ما داز عليها بحال هذا الشيء، فشويه يعني المساله فيها واحد النوع من الضغط النفسي ومن الرهاب النفسي الى كنت دقيقه في المصطلح اللي كيخصنا نوقفوا عنده. شنو رايك؟ اولا تنشكرك لاله سكينه على استضافتي في هذا البرنامج الرائع على موقع لالا بلوس اللي سميتو تستمر الحياة. حنا كنعرفوا على ان الاونة الاخيرة كيعيش العالم كله واحد النوع من الازمة الصحية، ازمة جسدية ونفسية تحت انتشار هذا الوباء ديال كورونا. كنلاحظوا لا سيما نحن معالجو الصحة النفسية ان هناك اضطرابات نفسية وازمة نفسية وسلوكية غير ما كتزايد. اولا نتيجة الخوف والهلع من الاصابة من هذا الفيروس، ثانيا الازمة النفسية من الحجر الصحي اللي المفهوم ديالو نبقاو في ديورنا باش نتفاداو اننا نتصابوا بالوباء او نصيبوا الناس، ثالثا هناك ازمة سوسيو اقتصادية اللي هي بعثرات جميع المستويات الاجتماعية. بدا كيبان في المجتمع التوتر، القلق، الحزن عند جميع الأعمار. إلى تكلمنا من الجانب على مستوى التعليم، هناك واحد البعثرة فيها قلق، الآباء تيتشكاو. غادي ناخذ مثال ديال واحد السيد اللي تيقول كنت من شحال هذه وانا ما شاريش التليفون لولادي وما تنخليهمش ياخذوه بحكم تنخاف من الادمان على الهاتف وما يركزوش في قرايتهم. اليوم اصبح من الضروريات، اليوم ولا خاصهم يجلسوا النهار كامل قدام المئات ديال الدروس او التمارين عبر الواتساب، وهذا الشيء اللي خلى واحد نوع من 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 الغضب من ناحيه ديال التلاميذ لانهم ما قدروش يتابعوا، ما مولفينش هاد الشكل ديال التعليم، قلة التركيز، كاين واحد التشويشة لانهم في الدار ما كاينش ان كادر باش يقراو. الاباء تيتشكاو ولا سيما واحد
الفئة منهم اللي هي عندها دخل محدود، وأنا كنتمي في العلاج النفسي للعالم القروي، كيقولوا لي الآباء 10 دراهم ما تتكفيناش ديال التعبئة. دونك حنايا واش نعبئوا؟ واش ناخذ التليفون ديال جاري نتناوبوا عليه؟ واش تيقراو هاد التلامذ؟ اشنو غادي يوقع الى وليداتنا ما قراو شي كاع هاد الشهرين؟ واش هادي كلها قرايه؟ علاش اللي ما ياخذوا شي فعوط العطله الصيفيه يديروها قرايه؟ لاحظ معي ان هاد التساؤلات هي من باب التخوف. كذلك كنلاحظوا في ضمن هذا التوتر الوبائي كاين شركات اللي دازت الافلاس، كاين الناس اللي ما مرسمين شيء، كاين الناس اللي وقعت عندهم اصطدامات عائليه اسريه داخل الاسره، كاين الناس اللي ما عرفوا شيء كيفاش يوليو ينفقوا ماديا فين هو الدخل وما الى ذلك. الان وعبر هذه السلسله كنقول على ان الوضع النفسي مريض، هذا الوباء ما اثرش فينا غير جسديا ولكن اثر فينا اكثر نفسيا. حريات الفرديه في خنقه، وخا السلطات دايره ما عليها والاطباء كيتفانوا في عملهم لاخر لحظه وتيأديوا بارواحهم للتهلكه، خصنا لازم ما حتى حنا نديروا ما علينا. هذه موجه كبيره خصنا لازم نعقلها بالدار حتى تدوز بخير ان شاء الله، ونمتثلوا بالصبر، الصبر ثم الصبر. الله يعطيك الصحه، ما عندي ما يتسالك لالا نزهه. اكيد انه هاد الامور كلها اللي قلتي هي مهمه بزاف وكيخصنا نركزوا عليها، خاصه ملي كتكون بحال هاد المواقف اللي ربما شويه كتهز النفسيه ديالنا فيها. ولكن بغيت نسولك كيفاش حنا نقدروا نسيطروا على هاد الخوف اللي كيتملكنا، خاصه وانه علاقتنا بالجانب النفسي راه عندها واحد الخصوصيه، وانا بزاف ديال يعني المواقف وبزاف ديال البرامج كنعاود ناكد على هذه المساله ونعاود نقولها حتى دابا، راه المشاكل النفسيه قد تكون اكثر صعوبه واكثر تاثير من المشاكل العضويه. فكيفاش نقدروا اننا نطوعوا النفس ديالنا على انها تتغلب على هذا الخوف هذا؟ السيطره على الخوف لالا سكينه سهله وصعيبه في نفس الوقت. الخوف إحساس طبيعي عند البشر، هو بمثابة سلاح الدفاع ديالنا على شي حوايج اللي كتهدد الأمن والأمان في حياتنا باش نبقاو على قيد الحياة. هادشي لا شعوري، من الصغر وحنا كنتعلموا أننا نتفاداو الحاجة اللي غادي تضرنا ونبعدوا على الحاجة اللي غتأذينا. مثلا علمونا اننا نبعدوا على العافيه، نبعدوا اننا ما نعومو شيء بزاف غادي نغرقوا، اننا ما ننقزوا شيء من العلو غادي نموتوا، ما نستعملوا شيء الالات والادوات الحاده وما الى ذلك. معناه على ان العقل ديالنا ولف وسجل اخذ الحيطه والحذر. اما المواقف اللي كتصيبنا بالهلع والنوبات ديال الخوف الشديد هي اللي ما معودينش عليها، هي اللي ما دايرينش بحسابها. اذا كل حاجه جديده علينا وغريبه ومجهوله ايضا فهي كتقلقنا وكتخلعنا. كذلك اللي ما مسجلش في العقل الباطني ديالنا احنا ما كنستحضروهش، وبالتالي كنفقدوا السيطره عليه والتحكم فيه. ولكن كل حاجة كان ما كان نفقدوا السيطرة عليها وما كان تحكموش فيها فهي منبع للقلق ديالنا دائما لا شعوريا. هاد الأزمة اللي كيعيشها العالم فيها خوف طبيعي اللي كندركوه، أول حرص فيه هو أننا نجتنبوا تجمعات
والخلطه مع الناس باش ما نتصابوا شيء وما نصيبوا شيء الاخرين كيف ما قلت. وفيها الخوف المرضي اللي صاب بعض الاشخاص بطريقه لا شعوريه اللي المعنى ديالو سميتو التخوف من الحاجه اللي مازال ما وقعتش، وكنخافوا من عدم السيطره على اللي جاي، كيفاش غيكون المستقبل وكيفاش غتكون حالتنا وكيفاش واش هادشي غادي يبقى والتعليم غيبقى وكلشي كيتسنى 20 افريل وكلشي كيتسنى واش غادي نمشي نسافر نرجع لقرايتي واش غادي نمشي لخدمتي واش. اذا هاد التساؤلات فيها تخوفات، وبالتالي الشعور بالهلاك والموت تيبقى ملازم هاد الناس اللي عندهم الخوف المرضي. في هاد الحاله كنقول كمعالجه نفسيه خصنا نحاولوا نسالوا نفوسنا ونفهموا علاش هاد المواقف ومثل هاد المواقف كتخلعنا. ماشي كل حاجه كتخلعنا، انا تنهضر على الناس اللي عندهم الخوف المرضي، ماشي كلشي تيخلعهم، ولكن علاش في هاد الازمه هادي علاش تخلعوا اكثر من القياس، علاش انتابهم الخوف اكثر من القياس. اذا تنقول كذلك خصنا نستحضروا الوعي في التحليل النفسي، كيبان على ان كاينين بعض الناس واغلبيه الناس اللي هما عندهم واحد العرضه للمشاعر السلبيه، اللي عندهم هشاشه في الشخصيه ديالهم. كاين كذلك الناس اللي تصابوا صدمات نفسيه قديمه الله يجعلها تكون تم الصغر وتاثروا بها وبقات عندهم مسجله. ولهذا كنقول في هذا الموقع على ان ملء الفراغ شي حاجه كبيره، ما نبقاوش جالسين دايرين يدينا على خدنا وكنخمموا. ممارسه التمارين الرياضيه ولو بالدار باللي كاين، نقضيو باللي كاين، حتى هي جد مفيده. الاسترخاء مفيد ايضا، الاكل الصحي، ردوا بالكم من داك الفيديوهات اللي كدوز كاين غير الكوزينه للكوزينه، من بعد الكوزينه كاين الكوزينه، ردوا بالكم راه واخا هاد الفيديوهات كتضحك كتفوج علينا ولكن هي راه كتاثر فينا نوعا ما. كذلك خصنا نجددوا يقيننا بالله، نرجعوا لله، ما نساو شيء على ان اخذ القسط الكافي من النوم شي حاجه مهمه، لان الدماغ ديالنا خصو يرتاح. الابتعاد على الاخبار اللي كتشوشنا واللي غتفزعنا، علاش غادي نمشي لهداك التليفون ونبقى من هادي لهادي، لا بلاتي اليوتيوب لا بلاتي داك الفيديو لا بلاتي لهذا والاخبار وعندك وصاحبي والواتساب وعندك. اذا علاش غير هاد الاخبار المفزعه؟ اذا هاد الناس هادو طريقه لا شعوريه كذلك هما كيمشيو لهاد الاخبار كانهم من طريقه من طرق تيقلبوا على شنو يفزعهم. هذه كلها فوائد كتخلينا نتجاوزوا فتره المحنه. الا تجاوزنا هادشي اللي قلت كنحاولوا كننجحوا اننا نتجاوزوا هذه الفتره ديال المحنه. في حاله الرعب الشديد راه لازم ما نتصلوا بطبيب الاسره او نتصلوا بمعالج نفسي. دابا كاينين الناس اللي باغيين يديروا الخير عبر الهواتف. على كل حال خصنا لازم خبراء، ما نبقاو شيء عاطين راسنا بلا ما نفهموا اشنو واقع لنا. اكيد، وانا شخصيا بعدا كنرتاح من كلامك، الله يعطيك الصحه، شكرا جزيلا لك لاله نزهه. فقط انا نبغي انني ربما نطرح عليك واحد السؤال في واحد الاتجاه اخر. عدد من الناس بحات كتعيش واحد النوع ديال الفوبيا، يعني الانسان صبح كيستشعر الاعراض ديال المرض او المرض بشكل نفسي. ربما كاين بعض الناس اللي كتجيني ضيق تنفس من عشيه لعشيه مثلا، كنحس براسي ارتفعت لي درجه الحراره، كنقلب ديما على الاعراض، كنسمع بلي كاينين الناس اللي ربما كيظهر عندهم الفيروس ما يعني ما كتبانش عليهم اعراض. تنخاف من تعاملي مع الناس اللي قراب ليا، تنخاف من تعاملي مع وليداتي. هاد الفوبيا هادي كيفاش نقدروا نسيطروا عليها؟ لانه حنا محتاجين النفسيه اللي تكون صلبه وتكون قويه في هاد اللحظات هادي. المكوت في البيت واخا فيه مصلحه تجنب العدوى،
ساهم في تقييد أو تقييد الحريات، ومن ثم تفشي مجموعة من الاضطرابات النفسية السلوكية عند بعض الناس. هذه الاضطرابات كنسميوها في علم النفس الأمراض سيكوسوماتية، لي مالادي بسيكوسوماتيك، نسبة لسوما هو الجسد ولا بسيشي هي النفس، بمعنى أن الأمراض ذات الطابع الجسدي اللي الطبيب من بعد التشخيص ديالو كيقول على أن ما كاين حتى شي مرض عضوي، معناه في التحليل النفسي على أن نفسانيتنا كتصاب واحد العجز في التسيير، كذلك كتصاب واحد الضغط من خلال مواقف متكررة. هذا الشيء ما تيوقع شيء عندنا غير في حالة واحدة وغير في مرة واحدة، إذن هنا كاين واحد التراكمات. إذن من خلالها كيجينا الخوف، وبالتالي هذاك الخوف اللي هو ما مفسر شيء الداخل وما فاهمينوش، كيف قلت فاقدين السيطرة عليه، كيجينا متفاعل على طريق الجسم، كيبانوا علينا أعراض سلوكية جسمية، منها كاينين بعض الناس اللي غادي يقولوا عندي أفكار كتوسوسني، إلا شفت ولدي غير جالس تنقول هذا مريض، هذاك صاحبي ما عيط شاي إذن راه حالته ماشي هي هذيك، إلا ضرتو غير شي بليصة في جنبه إذن أنا هذا المرض جاني. إذن هنا بعدا كاين تضخم الفكرة، يرى فكرة عادية ولكن احنا مولاها كيضخمها وكيسبق الأحداث. إذن هو عايش في الخوف ديال ليفيتمون، تجنب، عندك 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 ولكن بطريقة مفرطة. كاينين الناس اللي تلفو غير في الغسيل والنظافة، واش ندير القفازات، واش ندير الماسك، واش ندير واش نغسل يديا، واش منين ندخل ندوش، واش ندير هادي واش ندير هادي. إذن هنا كاين واحد سلوكات مضطربة مريضة. كاين كذلك اللي غادي يحس بألم في البطن، إلا كلا غير شوية كيحس على حد قولهم بالانتفاخ، كاين اللي كيحس بالدوخة، كاين اللي كيحس، حنا مازالين تنقولوا هنايا ما كاينش أمراض عضوية، كيحس بالدوخة، تيحس بليزاكوفان معناتها تصفر الودنين، كيحس بالاضطراب في النوم، اضطراب في الاكل، ولا سيما في الشراهة تيبقى ياكل باش ياكل، كاين واحد الخفقان في القلب، كاين كذلك صعوبه في التنفس، يقول لك واحد الحاجه هنايا وحلاليه، اذا كاين تعرق وما الى ذلك. اذا هاد الاحوال كلها هي عباره عن امراض سيكوسوماتيه. هناك ايضا ناس اللي بكثرت ما تأثروا بالأخبار ديال هاد الوباء عبروا على الخوف ديالهم بالنكران، وهنا كان نشير للناس اللي معطينها غير للنكات والضحك، نضحكون بسطون فاجئ، ولكن كاين هناك نكران هو راه خايف ولكن تيعبر عليه باللا مبالاة أي النكران. كنلقاو كذلك ناس اللي جاهم تخوف من المستقبل، ما معناه بداو تيقتنيو المواد الغذائيه بافراط، كل نهار غادي يمشي يتقضى، كل نهار غيمشي يشري، عندك يبقى بلاش، عندك تقاضى داك الحاجه عندك. اذا هنايا تيولي الهلع، اذا هنا كاين واحد الخوف. هناك اخرون اللي كيبحثوا عن المستجدات، جالسين قدام التليفون والتلفازه وقدامه المجله او قدامه، المهم خاصو يكون ضاير ومحتاط بمحيط بالاخبار، عندك شي حاجه تمشي تفلت له. هذا الشيء ما جايش غير من باب الصدفه ولكن جاي من باب الخوف الشديد.
تيبقاو هاد الناس كيحضيو عن شحال ديال المصابين وشحال ديال المعافون وشحال ديال الوفيات، وكانهم كينتظروا النوبه ديالهم فوقاش غادي تجي. وهذه كلها سلوكات ديال الهلع وديال الهوس وديال الذهول من واحد الشيء مجهول ما كيتشافش بالعين، اللي في نهايه المطاف كنخافوا منه، او بالاحرى كنخافوا من وفاتنا حنا، من الموت ديالنا حنا. إذن لهذا تنقول على ان بحال هذه الفيديوهات تنتمنها على انها تكون ايجابيه لبعض هاد الناس اللي تعانيوا معاناه نفسيه. نعم اكيد اكيد. يعني للنزهة ربما كاين عدد كبير من الناس اللي عندهم الخوف مني ومن الاخر، احنا طبيعه كبشر ربما عندنا خوف من اليوم، خوف من غدا، خوف شنو غيوقع قريبا. فكيفاش نقدروا نوجهوا النفسيه ديالنا الى ما هو ايجابي في هذه المرحله، ولكن في نفس الوقت نحافظوا على الشروط الاحترازيه اللي خاصها تكون؟ يعني الانسان يحاول انه يطوع النفسيه ديالو شي شويه لما هو ايجابي ويستغل في ما هو ايجابي، ولكن هادشي ما كيعنيش اننا نخرقوا شروط السلامه. الانسان يحترم الشروط، وخاص يبقى عندنا الخوف، لانه الا حيد واحد النوع ديال 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 الخوف ما شنو ممكن ينتج على المرض، ربما الناس ما غاديش تستوعب المدى الخطوره ديال المرض. فاحنا يعني ما بين شعره وشعره، يعني ما بين نخافوا من المرض وما بين اننا نعيشوه بايجابيه. كيف ما قلت للا سكينة ان الخوف طبيعي وايضا نسبي، ولا سيما في هذه الظروف كيتفاوت مستواه من شخص لاخر. احنا ماشي كاملين كنخافوا بواحد النسبه اللي هي كتشابه، وكذلك ما عندنا شيء خوف اللي هو كثير وشديد كاملين. كاين اللي كيخاف من هذا الفيروس والحياه تستمر نسبه لهذا الموقع لالا بلس، وتيقول ومن بعد اش غيوقع كاع. وكاين اللي موقف حياته وتيصبح سجين ديال افكاره الفزعيه. كاين اللي مسجون مع افكاره، خاصو يعرف اصلا على انه كيفوت عليه واحد اللحظات ديال السعاده، واحد النعم اللي هي دايره به، خاصو يفيق، خاصو يوعى بها. هما داخلين، هاد الناس اللي عندهم الخوف الشديد داخلين فواحد الغيبوبه نفسيه سلبيه، كيقلبوا يتصلوا غير بالناس اللي يزودوهم باخبار البؤس واليأس كذلك، أو سدين عليهم، وبالتالي كيصبحوا غير منتجين. غير منتجين بمعنى نو أكتيف، إذن هما ما تيديروا حتى شي حاجة في النهار، حتى حاجة ما هي صحيحة، كل شيء عندهم مضطرب. في التحليل النفسي فقط خصنا نفرقوا ما بين الخوف من الموت اللي كيحسوا به الأغلبية، وهذا شعور عادي، وما بين الخوف من الموت الوشيك بمعنى لونغوس دو مور ايمينانت. هذا الخوف هو تيجي بواحد الطريقه مرعبه جدا لهاد الناس، كيقولوا في بعض الاعراض ديالو على انه تيقول انا الا غمضت عيني غادي نموت، انا الا انا دابا غادي نموت، او تيبداو يخافوا من الوفاة ديال احد الاقارب ديالهم. غادي نرجع ونقول مثال ديال السيد اللي تيقول لي انا تنشوف ولدي كيلعب وصحيح وبخير ولا بس عليه، ولكن تنبقى نقول عندك غير يموت لي، الا موت لي شنو غادي يوقع لي؟ اذن هو ما عايش لحظات سعاده، بل عايش لحظات الياس، الحزن، الخوف الغير العادي. إذن هو كيتخيل وكيتوهم واحد الأشياء اللي هي ما عنده حق يخمم فيها حيت مازال ما جات، ولا كاين دابا في الواقع. كاين كذلك الخوف من الموت الوجودي،
لونغوس دو مور اكزيستانسييل، وهو راجع للخوف ديال عدم السيطره على نفوسنا. وهو كيجي وكينتاب الناس اللي ما عندهمش الثقه في نفوسهم، بمعنى تبدا يحس وكانه تقول انا دابا غادي نطيح، انا دابا غادي يغمى علي، انا غادي نفقد التوازن. اذا هو عنده داك الخوف ديال اصلا حتى حاجه مازال ما كاينه، وهو هذا داخل في الوسواس القهري الفكري، وكذلك ما تيعيش حتى شي حاجه زوينه اللي دايره به. هذه كيف ما قلت كلها افكار حنا اللي تنشحنوها بنفوسنا، حنا اللي تنزيدو نزودوها طاقات سلبيه. هاد الناس بالاخص خاصهم العلاج النفسي بالعقاقير وبالجلسات النفسيه كذلك، حيت هما عايشين في واحد الاضطهاد دائم، ما تيعرفوش شنو معنت لحظات الفرح والسعاده. اذا في هاد المصيبه العظمى اللي حنا فيها ديال فيروس كورونا، كاين الناس اللي تلقاو راسهم لا حول ولا قوه لهم، تستسلموا لهذا الخوف، هذا الخوف اللي سميته الوشيك من الموت الوشيك، وهذا الخوف ديال من الموت الوجودي. اذا هما يستسلموا في خدمتهم، في نظافتهم، في اكلهم، في المعاشره مع الاسره ديالهم، كانهم احياء ميتون. نعم اكيد. يعني ربما الاشكال الكبير اليوم للنزهه هو انه للاسف احنا صبحنا كنعيشوا في وسط كورونا بشكل او باخر. الانسان الصباح كيفيق اول حاجه كيهز التليفون كيشوف شحال الحالات زادوا، شنو واقع، الاخبار، فيديوهات، دخلتي فيسبوك كتلقى كورونا، انستغرام كورونا، لي سيت انترنت كورونا، التلفزيون كورونا، من ما درنا تلقاو الاخبار كلها يعني متجهه في هذا الاتجاه هذا. حتى انه حتى المراسلات ما بيناتنا ربما في واتساب ولا كتلقى الفيديوهات اللي كتناقل يا تهويل يعني المساله اللي حنا كنعيشوها، يا فيديوهات كتخص الموضوع، حتى الضحك ديالنا، حتى ربما فرص اللي نخلقوا فيها ضحك كنضحكوا يعني بالفيروس. اصبحنا كنعيشوا به، كنعيشوا به بدون ما نكونوا مصابين، او ربما حنا مصابين الله اعلم، ولكن حاليا كنعيشوا به واخا حنا يعني ما عرفناش نفوسنا واش مصابين ولا ماشي مصابين. هنا كيتطرح واحد السؤال، هو كيفاش نقدروا نديروا حاجز نفسي لنفوسنا من هاد الاخبار اللي ولينا كنبقاو فيها 24 ساعه على 24 ساعه. كاين اللي كيقدر يفيق في جوج ديال الصباح ويكونسلتا شنو واقع. فعلا الحدث الاعظم والمتشارك بيننا هو حديث ومستجدات كورونا. هذا دليل على مخلفات هذا الوباء داخل الأوساط الأسرية وعبر الإعلام عن طريق فيديوهات فقهية، طبية، سياسية، أمنية وما إلى ذلك، اللي كتولد عندنا وفي داخل الأسر ديالنا الكثير من القلق والتوتر والخلط والدعايات والإشاعات. ما بقى عرف حتى واحد فينا الصحيح من الخطأ. كيبان لي كمعالجة ومحللة نفسية خاصنا نفرقوا ما بين الشائعة الحربية المدمرة للنفس واللي ما عندها حتى شي معيار للصدق، كتهدف فقط للتأثير على أفكارنا، كتحرضنا، كتخلينا في الجهل من أجل الإشهار والجاذبية ديال بعض الناس. انا تنقول ماشي اللي هز ميكروفون صحفي، وتنتكلم ايضا على الخبر اللي كيكون المصدر ديالو موثوق منه عبر الصحف، المجلات، وسائل الاعلام الصحيحه والموثوق منها. الان الخطوط العريضه
ديال الوباء صبحت مفهومة عند كل شيء، وصبح لكل واحد فينا في جميع أوساط الاجتماعية فهم ما له وما عليه، غير اللي ما بغاش وغير اللي بقى باغي يعيش في الوهم ديال التحدي. ما ننساوش في مثل هاد الظروف على أننا تكون نفسانية ديالنا هشيشة، مستعدين باش نتأثروا وباش نتفاعلوا وباش نتوهموا أشياء كثيرة، ولكن في الأصل لا أساس لها من الصحة. لهذا نأخذ الأمر ديال فيروس كورونا بجدية، بمواظبة ديال الوقاية النظافة، ما نخرجوا شيء، ما نتلقاو شيء، دابا نتلقاو، دابا نخرجوا، دابا نستمتعوا. إذا الآن نواظبوا على الجدية باش نتخطاو هاد الموجة اللي ذكرت قبيله. نتعلموا في هاد الأزمة أننا ناخذوا ونعيدوا النظر في سلوكاتنا. كل سلوك اللي كنا كنتعاملوا معاه بطريقة سلبية، علاش لا اللي ما نديروا شيء فيه الجانب الإيجابي، ونبدلوا فينا داك السلطوية، نبدلوا فينا داك المعاشرة السلبية، نستمتعوا مع وليداتنا، نتلقاو بهم ونفهموهم عن قرب. دابا عندنا الوقت باش نستمعوا ليهم ويستمعوا لينا. نتلقاو الأزواج بطريقة اللي هي كان كل شيء خايد من قبل وكل شيء متسرع من قبل، اليوم ناخذ وقتنا على أننا نتذكروا، على أننا نتسائلوا، على أننا نديروا مخطط، وعلاش لا وعلى أننا نتفقوا على شي حويجات اللي ما كانش عاجبة الأسرة. نبتعدوا أيضا على العدوانية وعلى العنف، ما نساو شيء على أن هذه الفترة هذه كانت فترة محملة بالعنف ضد النساء. كاينين رجال اللي ضغط عليهم القلق واللي هما زادوا في العدوانية وتعنف زوجاتهم. إذن هنا كنصح على أننا نعيد النظر أشني هي هاد السلوكات. نفرحوا كذلك على أننا نحن بخير ما مراتش، نكتروا من الدعوات. اللي عايش غير بوحده الله يكون له في العوين. إذن نتصلوا بالأقرباء ديالنا عبر الفيديوهات، نبتعدوا على كل مستجدات اللي هي غادي تخلق لي واحد النوع من الفزع والخوف الداخل ديالي. ما نبقى شيء، نقلب غير على الحاجة اللي غادي تحزني. نبقى في ديورنا وما نخلطوا شيء الناس. وكنقترح من باب هذا الموقع، علاش اللي ما نتقداو شيء غير مرة أو جوج مرات في الأسبوع، من أجل تقلص الخروج والتقضية. لأن كاين الناس اللي هما كيتقضاو كل نهار، كل نهار خارجين يتقضاو حاجة. إذن علاش اللي ما نديرو شيء واحد الخروج اللي هو مرة أو جوج مرات، معناتها ما كاينش عندنا العذر أننا غادي نخرجوا جوج مرات. تكون عندنا داك الوريقة، وبالطبع أهل الاختصاص الأمني وهما اللي عارفين أكثر في هذا المجال. نعم، بصفتك للنزهة كأخصائية وكإنسانة، شنو هي الرسالة اللي يمكن أنك توجيها للناس اللي كيتابعونا؟ بعد الحال وتستمر الحياة، وفي نفس الوقت احنا ملزمين اننا نحترموا شروط السلامه الصحيه ديالنا بالحجر الصحي بطبيعه الحال اللي احنا فيه، وايضا مجموعه من الامور اللي تنقوم بها. نصيحتي اليوم للا سكينة عبر سلسله للا بلس، تستمر الحياه، مستنده لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عقلها وتوكل على الله. بمعنى فهذا الظرف ناخذ بالاسباب ديال الوقايه من النظافه، نظفوا الوقايه، ما نخرجوا شيء باش ما نتصابوا شيء، والباقي على الله. وهذا في حد ذاته طمأنينة وامان لنا. نحاولوا نطيحوا شيء في الفخ ديال المرض النفسي، ونوديو انفسنا للتهلكه. فعلا هي حاله غريبه صعيبه علينا،
الخوف والحزن العصبية طبيعية في هذه الأجواء، ولكن عندنا سلاح قوي نحن المسلمون اللي هو اليقين. كثروا من التفاؤل، كل حاجة كتدوز على الراس ولو سلبية أكيد فيها جانب الإيجابي. فقط خصنا نوعاو، خصنا نفيقوا، خصنا نفهموا، خصنا نعقلوا على الحاجة اللي دازت علينا. ما ننتظروش حتى تفوت الأزمة، عاد اللي نقولوا يا ريت. شكرا لهذا الموقع، شكرا للسلسلة ديال للا بلوس والحياة تستمر، شكرا للا سكينة السلماوي، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. شكرا جزيلا لك لالا نزهة، شكرا على هاد الطاقة الزوينة اللي عطيتينا، شكرا على كلامك المريح كالعادة، وانا كنموت عليك تبارك الله عليك. شكرا جزيلا لك، كنوجه لك تحية كبيرة. بطبيعة الحال كانت معنا اليوم الأخصائية النفسية لالا نزهة الخميري اللي عطتنا بطبيعة الحال مجموعة من المعلومات اللي هي مهمة ومهمة بزاف، واكيد انا غادي نتلاقاو ان شاء الله فرصة قريبة جدا. لالا نزهة مشكورة جزيل الشكر وبالتوفيق، وكنشكركم على كاع المجهودات اللي كتقوموا بها، وتحية كبيرة ليك، وإن شاء الله نتلقاو قريبا وفي ساعة الخير بإذن الله. مشكورة جزيل شكر، أكيد أنه اليوم تقسمنا معكم معلومات كثيرة اللي كنتمنى أنها تنعكس على حياتكم بشكل إيجابي، وتحاولوا أنكم تطبقوها في منازلكم، حيت فعلا إحنا كنمروا من ظرفية استثنائية وصعبة، وإحنا فعلا كنعيشوا أجواء وظروف اللي ماشي سهلة، ولكن الحياة تستمر. نتلقاو ان شاء الله باذن الله بعد غدا فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم وتستمر الحياه.